لا تضع الزيت عند النار. زين، وهذه القضايا اولها يعني سهل، ثم بعد ذلك تتطور. فانا افضل يعني حقيقه ان بالنسبه للرجال وبالنسبه للنساء، النساء يكون مجتمعها نسوي حتى في تويتر، والرجل يكون مجتمعه رجالي حتى في تويتر حقيقه. اذا كان هناك مثلا على قولتك دكتوره، لكن انت هي تحط فوائد علميه مثلا او كذا، واحد يستفيد منها، اما بالخاص وتخليه بالخاص، وهذا مدخل خطير جدا جدا جدا. يعني لا تتصور انت ان جميع الناس ملائكه كما يقولون، او فيهم خير او يخافون الله. في ناس تستغل، وفي مشاكل قاعد تصير يعني للاسف، وقاعد يقع طلاق في بيوت سبتها تويتر وفيسبوك والاضافات، وحطت صوره وحطت كذا وحطت كذا، وبعض الناس قد تجره يعني هذه المراسلات وكذا إلى أن يقع في الحرام والعياذ بالله. فأنا أقول الإنسان يكون حذراً.